بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالصحاب، كيف بقيتوا؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. بعلمي تفكرت شوية فيديو كما شفت في العنوان تحت طلب ناس أسفي، الناس اللي كاين عنده كانوا يشوفوا في القناه عندي. كنت درت منوي ديال الشحمه لاغلبيه المتابعين، راكم عارفين الطريقه كيفاش كندير له، وهما يعني من دوك الناس اللي كانوا كيشوفوني كنصابو عمرهم ذاقوه. فاليوم الحمد لله طلبوا لي، قالك احتاجت ايوب، قال لي عجبتك غادي لهم زعما هاد منوي الشحمه وداك الشيء. من بطبيعه الحال انا راكم عارفين اخواتي طلبني شي حاجه على الراس والعين. اليوم ان شاء الله غادي نديروا عندهم، نديروا منوي الشحمه غادي يذوقوه، ونتمنى والله ما يخيبنيش ربي امين. راكم عارفين اخوتي الطريقه كيفاش كنصاوبلو، يعني كنفرق العجينه بالزيت وكندير العماره كما كتشوفوا. نعاودو نذكروهم هما صافي باش اللي ما شافوش يشوفوا. هذه العجينه، هذه العماره كما كتشوفوا اخوتي، فلفله شو شو. شوفوا اخوتي العماره يعني شنو ما درتو ماشي مشكل، شنو ما درتو فيها يعني كيكون زوين. تشحروا غير في الكفته ديروا فيها، تشحروا شويه ديال اللدن يتقطع رقيق مع شويه ديال البصله وشويه ديال الزعتر ديروا فيه، ديروا شويه ديال الجبلي مع شويه الزبده مع شويه ديال الزيتون والزعتر، كيجي واعر. يعني شنو ما درتو في الحشوه البنات يعني كتجي واعر. غير انا راكم عارفين هذه العجينه الطريقه باش تنحط كتجي واعره بزاف، وما غادي نشاركها معكم. راكم عارفين دابا بس انا هنا كنصاوب اخوتي، صاوبت هذه كتشد تلقاها بحال العجينه ديال الملوي، هذه كتلقاها بحال العجينه ديال الملوي وكتلويها وكتجي على هذا الشكل هكا. هانتوما هذه الزيت هنايا دايره فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال الشاونيه باش يعطيك داك اللون ديال الحموريه في الملوي. وهنايا ان شاء الله فاش غنطيب الملوي ديالنا غادي نحطوه هنايا، وضروري غادي يذوقوا ان شاء الله، وربي ما يخيبناش ان شاء الله باش يجي داك الشيء واعر زوين بزاف. وراكم عارفين المقله ها هي دي، تي غنطيب الملوي ان شاء الله، غندير داك الدائر اللي كان ملفه كندير في الدار، اللي كندير وحده فوق وحده وكنطلقها كتجي رقيقه، هي اللي غندير هنا ان شاء الله. حاولت نصغرهم باش لحقاش المقله صغيره باش ما تجينيش العجينه كثيره، راكم عارفين الملوي الشحمه شي بغيتي غير الرق يكون رقيق، العجينه تكون رقيقه باش كتجي زوينه بزاف. بحال هكا الناس شوف كتشدوا واحد الكره ديال العجينه بحال هكا، كتلقيها مزيان هانتوما، كتلقيها مزيان حتى كتولي بان لك كتصفح العمل، يبان لك زعما الزليج اللي كيكون لتحت بحال هكا، كتلقيها مزيان 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 مزيان. وكدير شويه ديال الزيت مع الشاونيه من الداخل غير قطرات بحال هكا، صافي كتجمعيها بسم الله. هنايا بحال هكا صافي، وكنبقاو نجمعو. هي بغي يسمعني راني غندير ملوي الشحمه فرح النشاط عندي انا يبقى عنده النشاط هو هكاك، هو ملوي الشحم هانتوما. صافي كنجمع بحال هكا صافي، هاهي هدي، وكتجمع كرة بحال هكا. صحو صحاب، سمحوا لي اخوتي لقيت المعاونة ونسيتكم، سمحوا لي بزاف نسيتكم اخوتي، واخا هاد الطريقة راه كتولي تا ماشي مرة ماشي جوج، يعني دايرة ملويت الشحمة راكم عارفين اخوتي. بعد ما انتما شتو بعد ما كنلويت ديك العجينة لويتها خلات انا كترتاح بحال الطريقة هادي، خلات انا كترتاح، جبتها اخوتي وطلقتها بحال هكا مزيان 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 مزيان، تا كتلقيها مزيان، وكدير في وسط العمارة بحال هكا، وكتضربي هاد الجناب بحال هكا هانتوما، كتضربو الجنيبات بحال هكا، وكندير هادي هاك بحال نيت من الفوق هانتوما، كتسدو عليها هكا مزيان في الجناب باش مكتخرجكمش اخوتي العمارة، كتسدو عليها في الجناب هكا صافي، وكتبقى تجمعي. وهاد الجنيفات لي هنا لي بقاو
صافي كتجمع بحال هكا. اي بار التليفون ديالي تعلموا علم كل مره خصو يشرب حسب دابا باش مرض الكلاوي. لا كل مره تيقول لي والله ما عمري تسوقت لي والو حتى كيجيك العطش. لا هانتوما خوتي صافي كنبقاو نجمعو بحال هكا بحال هكا حتى كتولي كميميسه بحال هكا كميميسه بحال هاد الشكل هكا كنحطها ترتاح. هما دو خوتي كما كتشوفو راهم كيرتاحو كاملين هنايا. هانتوما راه غادي تستفاد الاستفاده الاولى الاستفاده الثانيه وهي ديك الطير هنا كما كتشوفو دابا هي اللي كتطير هنايا وكنقلبها بحال هكا وكطيب وصافي غادي نحيدهم ان شاء الله. خليكم معنا المشاهدين ديالنا. وافع على وجدات من الويبش ما مازال ما داخلوش مازال حتى واحد ما داخل منه. دابا غادي تطوع شي واحد. انا ديما كنطوع غير غامروبيه غير غامروبيه ماشي مشكل. انت غامر شحال هادي غير غامروبيه هاني ها هي تقدم 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 ولا تقدم. يلاه بسم الله بسم الله غنعطيونا غير هادي وهادي وهادي اللي بقى بصحتكم اللي بقى بصحتكم غادي تيكون جاج غنجي غير غندوق الله يرحمك غندوق من هادي والاخرى الله يجعل البركه بسم الله. صراحه حسن 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 خاصة عندي خاصة اش خاصة؟ خاصة شي دعوة ندعو معاها. اه صافي ساهم لي ثاني بلا زويد لا جا عطيو دابا انا ايوب كنت درتو عالي. لا لا الحالة مخصية غير استاذ ملحة يبقى ملحة واخا ما تيبانوش ولكن كي تسمع الصوت عبد الرحيم دوق اخويا وقول صراحة هو زويد خاصة شوية بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. هاد الملوي خطير اخي ياك عظيم رائع هائل 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 بصحة خاصو شي خاصو شي قولها ليها بشي بشي صوت ديال بحال الامداح. انه رائع ضروري غادي عبد الرحيم كيدير الامداح وعنده واحد الصوت ما شاء الله زوين. انا بعدا شوكيت راه كنا بغينا نشدوه في الفيديو اللي زاد ساعه غنسينا ولكن هذا الفيديو ما غاديش نزكلوه ناكلو ان شاء الله داكشي ديال الطلبه غناكلو حنا معاك ناكلو ما صوتي تسرح خويا عبد الرحيم ديك الساعه وغادي ان شاء الله يجود لنا شي قرانيه ونسمعنا شويه ديال الامداح. عرفتي واحد الصوت راه رائع اذا سمعتو واش تيقوني بعدا يقول لك ما طلقنا هذا الشيء تلفازه والله العظيم الى الصوت ديالو ديال سي عبد الرحيم ما كاينش علاش ما كاين داك الناس هضرات وتحيه لهاد الناس الله يرحم لهم الوالدين تاريخ عبد الرحيم والندم ديالو وخواتاتها والام ديالها كذلك الله يعمرها دار كاملين اقسم بالله رحبوا بنا مزيان الحمد لله الله يكرمكم. كما كتشوفوا انت صح انا شحال من الناس اللي عليا صراحه الله الا درت غيركم عارفين حشمانه في مسلوقه اللي كاصاوب داكشي اللي كاين ونتمنى ياكلوا ياكلوا صالح بشطاره. تحيه لعبد الصادق من اسفي وسيدي كنا على شو سميتها؟ تحيه اختي جميله. جميله وتحيه اختي جميله تحيه كذلك. تحيه اختي جميله وتحيه اختي جميله. شكرا لهم. داخل الوطن وخارج الوطن تحيه لهم كبيره. عبد الصادق مسكين تواصل معايا هو ساكن في مراكش ولكن ولد اسفي. ايوه. وعنده هنايا الدار في اسفي وقال لي ودي شويه نمشي للمعلم ديالي وهذا. وسلم على الوالد بزاف قال لي قول له عافاك يبقى غير يهضر شويه بقاو نسمعوا الصوت ديالو ما يبخلش علينا من الكلام ديالو راه ما تيهضرش بزاف. قلت له اش غدير الوالد كيحشم وهذا داكشي علاش. شكرا لكم وشكرا لهاد الناس اللي مستقبلين داروا اكثر من جهدهم الله يرحم الوالدين. نهار الرابع دابا عندهم ولاد حتى حنا بغينا نفرحوا بهم في دارهم درنا لهم من الويب الشحنه ارحمهم ان شاء الله. عندهم دارهم اللي ان شاء الله يجيو الله خلاص هذيك دارهم ما فيهاش النقاش كتب جيتو للحاج مرحبا على الراس والعين والله العظيم. او دابا خوتي غادي ناكلو ان شاء الله من بعد تسمعو بشويه. انا راني خدام وكنهضر باش تعرفوني ما كنضيعش الوقت مشغول انا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم معنا المقرئ العالمي تبارك الله واللي كان غيكون عالمي غير ما تعرف صراحه قسم بالله والله العظيم ماشي كنضحك واش الموقع اللي كان غير ما تعرفش حيت ما كملش وفاهم داك ماشي ما تعرفش راه هو ما بغاش يتعرف هو ما بغاش يتعرف لحقاش شد طريق اخرى وهذه شد طريق اخرى ماشي طريق اخرى بسم الله الرحمن الرحيم بلاتي اخويا بلاتي
لا تيدير الخوض خطري خراب ديري بشي عمر في لوبشي حد هنا طريق طريق العمل العمل كامل كان هكا تيقر الأمداح داكشي دوينا كان هو دابا صح عليهم كانت الموهبة ديالو هي الأمداح ايوا مع الخدمة مابقاش يلقى الوقت وهذا صافي و واش طريق لا مع الخدمة واش طريق ديما طريق طريق كاينة لا هو طريق العام راه فيها صافي راه مرات تيخرج طريق يخرج طريق الأبداع الأبداع عرفتي أنا قلت لك السلام عليكم بركة 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 نمشيو نتجهوا خويا عبد الرحيم أشرق فوجهك ضاحك بسام أشرق فوجهك ضاحك بسام يا صفوة الرسل الكرام سلام أوليتنا شرفا يفيد وحسبنا للفخر أنك مرسل أوليتنا شرفا يفيد وحسبنا للفخر أنك مرسل وإمام نور بعد نور بعدت به وأنت له حما فيه الهدى إن البلابل في الشمائل غرد إن البلابل في الشمائل غرد سعدت بمولد أحمد الأعوام أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام تبارك الله عليك دابا هذا موال هذا موال ديال الامدح عبد الرحمن لا موال موال بسيط مدح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دابا شي آية قرآن ان شاء الله باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا شي موال اخر تبارك الله مازال هادشي راه غير قليل راه تبارك الله راه قبيله درنا واحد تي قبيله جلسنا راه صراحه جلسنا واحد الجلسه زوينه أضاء النور أنقشع الظلام أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام ربيع في الشهور له مقام ربيع في الشهور له مقام عظيم لا يحد ولا يرام به كانت ولادة من تسامت به كانت ولادة من تسامت به الدنيا وطاب بها المقام نبي كان قبل الخلق طرا نبي كان قبل الخلق طرا تقدم سابقا وهو الختام نبي كان قبل الخلق طرا تقدم سابقا وهو الختام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ومن الأحسن نقولوا الله أكبر عباد من صفوه الأحسن الله أكبر
تبارك الله على الداعية سفيان بالفريطي. أنا كنا نقول الله 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 صوت وغيدي يا صحاب البرغوت. السوق انت دواك السوق انت لا لا عادي انت صوتك ديال السوق دوا البرغوت دوا الدبان لا لا كاينه لا كاينه كاينه النغمه كاينه 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 النغمه كاينه النغمه مازالش والله سيدي راه كاينه النغمه راجلك رفيق الله يرحمو السالي الله يرحمو السالي حاولي مع جد برحمو المغفره عاد كيتوفر ان شاء الله الوالده ايوا مزيان الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله نختموا هذه الجلسه الربانيه بايات بينات من الذكر الحكيم ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لنا ما كسبته وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا صدق الله العظيم.